فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قيل هذا لبيان عظيم منزلتها، فإذا كانت البطائن من استبرق، الاستبرق الحرير الرفيع الناعم السندس، أو عفوا الاستبرق الحرير الغليظ، والاستبرق الحرير والسندس الحرير الرفيع، إذا كانت البطانة كما قلت نجد مرتبة داخلها القطن، داخلها طب، داخلها أي شيء لا تحرص أنت عليه إنما تحرص على الجوهر، فإذا كانت البطائن من استبرق فكيف بالظواهر في هذا كما يقول العلماء. تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى، عرضها السماوات والأرض فما ظنكم بالطول، عرضها السماوات والأرض فما ظنكم بطولها. قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى أي وثمر الجنتين داني أي متقرب قريب، داني متدلي قريب من الدنو هو الاقتراب. إذا اشتهيت ثمرة تدلت إليك الثمرة أمامك تقطفها وتأكل منها ما اشتهيت. إذا رأيت طائرا يطير في السماء فاشتهته نفسك كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، فتقول سبحانك اللهم إذا اشتهيت الطير الذي يطير فيخر بين يديك مشويا أحسن وأطيب ما يمكن أن يتصور ويتخيل، تأكل وتشرب، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال تعالى وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. منام هنيء ينامه الأشخاص أهل الإيمان كما قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، منام هني والحمد لله، ثمر دان متدلي والحمد لله، هنيئا مريئا، طعام مستلذ هني والحمد لله، لا يضر البدن أبدا. أكل الدنيا قد يكون مستلذا وأنت تأكله، لكن بعد أكله تصاب بتعب في البطن، تصاب بألم في المعدة، تدخل الحمام وتقضي هذا الذي كان من أمرك، لكن طعام أهل الجنة يأكلونه هنيئا متلذذين متهنئين بأكله مريئا لا يتبع تعب في المريء ولا في البطن ولا أي شيء. فالحمد لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا طيب وباطنا أيضا طيب، والحمد لله والحمد لله. ففرش طيبة، وإذا جئت تقارن بين حال هؤلاء الأتقياء وحال الأشقياء فهنالك الأشقياء في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فرشهم ماذا؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ينام على فرش من النار ويتغطى بلحاف من نار والعياذ بالله، وموضوع في مواسير كما يقولون في عمد ممددة، وهذه مؤصدة عليهم، وكل ما هم فيه نار أحاط بهم سرادقها ريح سموم تحرق الوجوه وتشويها، شراب يقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فضلا عن ضرب بالصياط فوق الرؤوس وبمطارق الحديد فوق الرؤوس، فنعوذ بالله من النار ومن أهلها الأشرار. قال تعالى في شأن أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم